أهلا وسهلا بك يا عزيزتي. اليوم راح نسوي مرق البامية باللحم الخروف أو لحم الغنم. هذه اللي تشوفيها أمامك، تعالي وياي حتى أشوف لك المواد المطلوبة وطريقة العمل. عزيزتي، أكلتنا لهذا اليوم هي البامية. خليت اللحم بعد ما غسلته، لحم خروف طبعا، بعد ما غسلته وصفيته من الدم خليته بالقدر بدون زيت. راح احمسه بس، يعني اقليه بس شوية، يعني بس شوية اقليه، واخلي له مي وملح، واتركه الى ان ينضج. عزيزتي، يمكن ما تشوفين بعد ما شوية تقلى عندي اللحم ونشف المي، شوفين نشف المي من عنده. راح أضيف له مي دافي، أغطيه بس، أغطيه بس بهذا المي، بس يتغطى، وأتركه إلى أن، يعني على نار هادئة أو متوسطة، إلى أن ينضج عندي اللحم. وبعدين راح أكمل احط له الباميه واشوف لك شلون. طبعا مرقه الباميه ما تحتاج اي اضافات ثانيه، بس نخلي الباميه والثوم والملح الحامض، او نخلي يسموه له مندوزي بالعراقي، او نخلي النون بصره. ما يحتاج اي بهارات، اي نوع بهارات ما يحتاج لها، لا كزبره لا فلفل اسود ما يحتاج لها، بس الثوم والحامض يحتاج لها. هسه بس خليه ينضج عندي اللحم، وان شاء الله اخلي البامية. ارجع لكم. عزيزتي، مثل ما تشوفين استوى عندي اللحم ونشف كل المي من عنده. هسه راح احتاج هذه الاكلة، البامية. طبعا البامية بعد ما غسلتها خليت لها ملعقة طعام ملح، ونقعتها شوية بالملح وغسلتها، وخليت وياها ثوم. راح أضيفها على هذا اللحم، طبعا ما خليت ولا قطرة زيت باللحم. راح أخليها فوق هذا اللحم وأقلبهم شوية على الزيت. قلبهم بس شوية، خلي شوية يعني يتحمس عندي، تتحمس عندي البانية. وراح أضيف لها عندي هنا، عندي هنا نون بصرة اثنين، راح أضيف لها عندي هنا عصير طماطم، حوالي نص كيلو عصير طماطم، ومعجون إذا احتاجت، إذا كانت المرقة خفيفة راح أضيف لها معجون، أيضا معجون طماطم. وطبعا بالإضافة إلى ماء دافي، أنا دائما أخلي ماء دافي حار أغلي وبعدين أخلي الأكل، هو الأفضل. بس تتحمص عندي البامية شوية أضيف لها باقي المواد، طبعا بدون إضافات أخرى، ما يحتاج اي اضافة بهارات، البامية ما يحتاج لها. هكذا بعد ما شوية قلت عندي البامية بغير لونها، راح اضيف لها مية طماطم او عصير الطماطم. اضيف لها هنا مرق، طبعا خليت طلعت شوية مرق من اللحم، ضفت له ماء، يعني ماء ساخن. وهسه راح اضيفه لهذه البامية اللي عندي، واخلي لها النون بصرة. اشوف اذا تحتاج بعد معجون اخلي لها، اضيف لها قليل من المعجون. ملعقة طعام من المعجون طماطم. أضيف لها شوية مي أيضا،
خاف تنشف، عندي المرقة ما يبقى بها يعني تنشف عندي كلش، ما يبقى بها مرق، فأضيف لها بعد شوية لاك مي، لا كثير يعني أغرق القدر بالمي هكذا. راح أغطيها وأتركها إلى أن تنضج البامية عندي وأرجع لكم. عزيزتي عندي المرقة وطبعا وطيت الحرارة، هسه بس راح أذوقها وأشوف إذا تحتاج. طبعا البامية كلها استوت عندي، المرقة ثخنت، تشوفين شلون صارت. هسه بس أريد أذوقها حتى أعرف إذا تحتاج ملح الليمون أو تحتاج القليل من الملح، لأنه لا تنسين أنا خليت ملح بالبداية مع اللحم. بس أذوقها وأشوف. رائعة، تجنن، ما يحتاج لا حامض ولا ملح، كل المواد متجانسة والطعم لذيذ جدا. عزيزتي هي هاي مرقة البامية على طريقتنا العراقية، نسويها بهذه الطريقة. إن شاء الله تعجبك وصفتي وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.